كانت علاقة تربط بيني وبينه فريمون جيدة بالبزاف. نتلاقى به، نروح له للدار، ولا نتلاقى برايته. نقدر نقول اليوم باللي البلاد تاعنا الجزائري ا بيردو ان غران ميليتون دو سبور. رجل يحب مولودية الجزائر، حتى النخاع يحب الجزائر، وساهم حتى في مجيء بعض اللاعبين للمنتخب الوطني الأول، ومن بينهم علي بن عربية. فألف رحمة. في كل خصائص الملاح، أنا خاصة كرياضيين منذ صغر، واش تعرف السيد تاع خير، السيد اللي تفانى في خدمة هذا النادي وفي خدمة الرياضة الجزائرية. التاريخ تاعو يهضر عليه، لو كان ماشي هو، لو كان ليكيب تاعنا تاع 76، فهمت، مش كي تكون نجيبوا لا كوب دافريك. إلا ايتي لينيسياتور على كل حال. كان لاباس بيه فينونسيرمون، ولكن باب الزوالي اللي يروح ليه يطبطب له ما يخرجش بلا ما يدي. يا لو كان حاجه يدير الخير، يروندي سيرفيس. هو حكم المولوديه ما تعرفوش لاش تاعو شحال حكمه، كانوا 34 سنه في عمره، ودينا لو تريبلي في عمره 39 سنة. من الرؤساء التاريخيين لمولودية العاصمة، الرئيس اللي حرز على الثلاثية ويعني خلى الأثر تاعو في مولودية العاصمة، نترحموا عليه. يعتبر أيقونة من في مولودية الجزائر، رمز كبير ويمثل فريق كبير اللي هو مولودية الجزائر، قدم النفس والنفيس. انا عرفته كي كنت مينيم في 62، عرفته كي كنت مينيم، كان ديجا اليبوك هو كان في ليسبيرونس وكان يتبع في المولودية. احنا كان عندنا عم ابراهيم الله يرحمه، هذا عم ابراهيم كان ديريجون الله يرحمه، كان كل بريباراسيون قبل ما يبداو يروح لعنده ويعطيلو اون انفلوب سكرت، على بالك واحد ما يسمع. هاد الشخص هذا شخص كبير، مناضل كبير، ماشي غير في كرة القدم، في كل شيء، دار خير كبير في الجزائر. انا تقعد لي صورة نتاعو وين كان قريب من كل لعاب، ما كانش لعاب قديم اللي يقدر يقول لك حاجة دنية عليه ولا. على كل حال الله يرحمه وسالم، ما نصيبوش الكلام اللي لازم. سي عبد القادر دريف سي مونيمون دي فوتبول ناسيونال، مونيمون دي فوتبول ناسيونال. انا جي توجور كونو ابريسي دون سو كومبورتمون، ميم كون ادفيرسير اي رينا كنت في النادي، ميم كنت في اسكا، هو كان في مولوديه، هو ديما مولوديه.